كتاب الرب في المنزل للكاتب ظل بصوت إناس الصقر. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. إنجيل متى. المقدمة: سلسلة من الخيالات التي تحاول الارتطام بالواقع لكي تصدق. الرب في المنزل، نصوص قد يصلك المعنى عند القراءة وربما لا. ليل: إلى أن استيقظ وجد كل شيء قد اختفى. اختفت النجوم وكذلك القمر والكواكب المتجاورة. نهض الساعة 7:30 صباحا. وجد جدته قد سبقت وأعدت له الفطار البيض عيون مع إبريق شاي مطعم بالهال اللذيذ. كانت تستفيق من حلم مضى، فتقوم بجلب الإبريق وتضع الماء ثم ورق الشاي، ثم تفتح كيسا وتضع حبات خضراء وتتناول واحدة. الهال: لطالما شممت بفم جدتي رائحة الهال التي لا تفارقها أبدا، حتى في يوم من الأيام قالت لي: عندما كنت صغيرا قد أطعمتني الهال من فمها عندما مضغته لي. فضحكت وتظاهرت بالغرغرة، فقالت لي: انت شاب تتنجس من عندي؟ فضحكنا ثم اختفت. تطرق مسمعي اليوم صوت نحيبها الذي لطالما أزعجني كثر سماعه. اقتربت نحوي فقالت لي: أويلي أويلي، خلصن عيونك من البكي. فتنهدت وقامت بمسح وجهها كالقمر. وإلى الآن لا نعرف شيء، بل كل شيء، أنا وجدتي وأنت عزيزي القارئ أو القارئة. 2. أمي، متى يصبح الطعام جاهز؟ يحتاج بعض الوقت، أنتم لا تساعدونني بشيء، لقد سئمت من هذا الوضع، تريدون طعاما ولا أحد يساعدني بإشغال المنزل. صمت لبرهة، ولكن أصمت يا حبيب، كفاك من الأعذار. ذهب إلى غرفته وأغلق الباب وراءه. كان كتابه مفتوحا على إحدى الصفحات، تناوله بيديه، حاول أن يقرأ ولو سطرا، ولكنه لم يفهم أي شيء. غط في نوم عميق واستيقظ على صوت ربه وقال له: ألا تعرف وبالوالدين إحسانا؟ ولكن يا... أسكته الله وقال له: ألا تعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ حملتك 9 أشهر ولم تتذمر منك حتى، أهكذا تجازيها؟ استيقظ على صوت أمه تقول له: لقد جهز الطعام، تعال. فتحت الباب وتوجهت لها مسرعا، قبلت يدها ورأسها وقدمها، آمل أن ترضي عني. فقالت لي: هل أتاك الله يا ولدي؟ صعقت: كيف تعرف بمجيء الله يا ترى؟ هل تعرفون أنتم أيضا؟ 3. ماذا لو زار الله لصا قضى نصف عمره في السجن؟ جلس أمامه وأخذ يحدثه عن كل شيء، واللص يتمعن ويدقق في تفاصيل وجه الله. يا رب، هل هذا أنت؟ يومئ الله برأسه: نعم. وعندما ينتهي الحديث يذهب الله وينسى أن يحذف ما رأى ذلك اللص، فيذهب اللص في اليوم التالي ويشتري قلما وورقا ويرسم تلك الملامح التي توحي اللوحة في النهاية إلى صورة الله الحقيقية. سيقوم بنشرها في الأسواق وتتوزع من يد إلى يد، حيث يضج العالم بتلك الصورة. لذلك الله يتكتم على وجهه بيننا، إذ إننا قوم مهما تقربنا إليه نهرب منه. 4. ها قد عثروا علي من جديد.
يركضون نحوي حتى يمسكوا بي مرددين إنه ذلك اللص الذي يتاجر بصورة الله، بينما هو يركض يأمل أن يختفي ولا تراه الشرطة. رأى من بعيد أبواب الجامع مفتوحة، ركض نحوه ودخل بين المصلين وجلس بينهم لكي لا يراه أحد من رجال الشرطة. أخذ المؤذن يرفع الأذان حيث تجمع المصلين في صفوف طويلة، فقام بتقليدهم وانضم معهم إلى الصلاة. عند الانتهاء من الأذان وقف الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. دخل اثنان من رجال الشرطة الجامع وأخذوا يتفحصون وجوه المصلين آملين أن يجدوني. شعرت بأنني سأنكشف، إذ أنني لا أستطيع أن أغطي وجهي أو أختفي وأنا واقف لأصلي. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اقترب أحدهم مني وتطلع في وجهي ولكنه تخطاني. نظر الشيخ إليه بنظرة استغراب وتابع التجويد، ففهموا ما قصد وانتظروا حتى تنتهي الصلاة ومن ثم يقومون بإتمام عملهم. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. 5. سيخرج المحتل من بلدي والخائن يقطع عنقه وتنزل روح القدس وتعمد العراق بماء الحياة. آمين. 6. أن تموت مرتين هذا لا يعني شيء، ولكن أن تموت مرة تعادل المرتين هذا يفرق تماما. لطالما أدخلني عقلي الباطني في مشاهد تمثيلية، ولكن المخرج هو العقل. كنت مشبوك اليدين ولا يمكنني فكهم، وعلي أن أكون البطل في هذا المشهد، ولكن يداي مشبوكة، كيف أكون البطل؟ كنت أركض وأصرخ وأحاول أن أفك قيدي، ولكن دون جدوى. 7. ها أنت ذا، ها أنت ذا ذلك الطفل البريء مقمطا بالحزن، ها أنت ذا منكسر القلب، لقد خذلوك يا سيدي. يا مريم، ما هذه النظرات؟ يا مريم الحزينة، متى تفرحين؟ يا مريم، لم تكوني منسية في قلبي. قد قتلت الحمامة التي أرسلها الله إليك. 8. رأسي كالجدار، يأتي الغريب ويتلاعب بنا، يجدنا بأحسن حال فيطالب بهدم هذا الجدار. تأتي المطرقة، تطرق مسمعي، بكاء، هدم، تكسير، ونموت. ولكن هل يبقى الأثر؟ 9. أدخل إلى فراغي فأبصر قلبي وحوله الحزن يطوف كأنه صوفيا، تثبت الكواكب على كتفي الأيمن، والآخر الماء حوله يغرقني ولا أموت، أصيح ولا أسمع صوتي، أطير ولا أرى جناحي. أنا من السماء أم السماء مني؟ 10. لطالما أشغلت أفكاري تلك البالونة التي هربت من بين أصابعي الصغيرة وطارت بعيدا، ظننت أنها بقيت في السماء إلى الأبد، حيث لم أفكر أبدا في مصيرها وكيف ستفقد الهواء الذي يبقيها على قيد الحياة، وبعدها تسقط بخيبتها وتنزل هاوية إلى الأرض. 11. اختطف بيده محفظة كانت على السرير، ارتدى معطفه ووضع قبعته السوداء على رأسه، ثم أطفأ الأنوار وأقفل الباب وراءه. كان مضطربا وفي عقله آلاف الأفكار التي تتعبه. عبر الشارع وقصد تلك الحانة التي يقدس أبوابها، وعندما اقترب حياه النادل الذي عرفه جيدا لكثرة مجيئه،
أوصله إلى طاولته الخاصة والتي كانت محجوزة له دائما، ثم اقترب النادل منه وقال: ماذا تحب أن تشرب هذه المرة يا سيدي؟ فنظر إليه وقال: أعطني شيئا يجعل تلك الروح المحطمة تعيش. نظر إليه النادل وربما فهم ما يريد، لقد اعتاد على سماع ذلك، ثم ذهب إلى الداخل وأحضر زجاجة نبيذ فاخر، كاد أن يصبها في الكأس إلا أنه امتنع وقال له: دعني وشأني. فانصرف النادل على الفور وبدأ يحاول جاهدا ترتيب أفكاره التي أثقلت روحه. فتح غطاء زجاجة النبيذ وسكب شيئا منها في الكأس، وبرشفة واحدة أفرغ جميع محتوياتها في جوفه وأطفأ حرائق قلبه. كان يفكر كثيرا وكثيرا حتى تعب. نظر إليه النادل وفهم مقصده، حيث تقدم أمام مسجل الصوت ووضع شريطا لأم كلثوم، وبدأت تصدح بأغنية بعيد عنك. انبعثت الألحان مثل الرماح على قلبه الوحيد المرتجف. كان الناي وحده ما يحطمه، فكيف بفرقة موسيقية؟ افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعناها سوا. ربما كانت أم كلثوم إحدى الرسل التي أرسلها الله لهداية القوم الضالين، ولكن الله أرسل أم كلثوم لهداية القلوب المنكسرة والضال في حياتهم، فتجمعنا بصوتها وكلماتها الساحرة التي تنبعث من فمها كتراتيل وتمجيد للرب وحده. 13. كل عصافير العراق مسجونة في أقفاص، وأعتقد أنها إرادة الله أن تبقى في الأقفاص، ولا أشك أن الأقفاص سجنا لها، بل على العكس تكون بيتا محببا لها، تأكل وتشرب وتنام وهي آمنة. ولكن كانت ملامح العصفور الذي كنت أملكه في تلك السنين غريبة. كان عابس الوجه وكان يطيل بجلسته ولا يقلد الآخرين في بعض الحركات أو التغريدات. أذكر أنني كنت أسمعه صوتا مسجلا لعصفور يغرد بعذوبة، كان يسمعه ولكن لا بدون أي ردة فعل منه. في نهاية المطاف وجدته يودع هذه الحياة بطريقته الخاصة، ثم ذهبت، وبعد برهة وجدته قد تركني وحيدا من جديد. 14. إلى العزيز ملاك الموت، في أقرب فرصة زرني، في صباح ممطر مليء بالحزن، سأجلس أمامك وسأقدم لك كوبا من الشاي، ولكن لا ترتشف بصوت عالي، فوالدي لطالما كره الأصوات هذه ونهاني عن فعلها. سأحدثك عما يجري حولي، سأريك حزني الذي بني على جسدي وأرهقني، سأريك كيف كسرتني الدنيا، سأريك كيف أصلي كي لا تشك في إيماني وصلواتي. سأحدثك ليوم كامل وأجعلك تقرر هل أستحق الراحة أم المزيد من العناء. 15. صفاؤنا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، أعطنا حبك للعراق، أحبنا كما نحن أحببناك، آمين. 16. إلى عجوز يجلس في نهاية الحانة، يحتسي المعتق،
يخرج من جيبه صورة يمسحها براحة يديه، تهطل دموعه، يموت مرتين ويعيش ثلاث مرات. 17. سأكون صديقك، سأجعلك سعيدا، سأنتشلك من الحزن الذي أنت فيه، سأكون بجانبك دائما عندما تكون وحيدا، وسندا لك في الصعاب. سنكابر ونقاوم ونسقل روحنا حين نكون معا. سأكون أنت الآخر، ونرى الجانب السعيد والحزين في الحياة سويا. 18. فوتي جودة أقول لك، ما أفوت، لا تطلعين أحسن لك دا أقول لك. شبيك، صرت تخاف من العالم؟ قالتها بسخرية، فضربها على خدها مما أدى إلى احمراره. نظرت إليه وهي واضعة يدها اليمنى على وجهها تتحسس الضربة التي تلقتها. مديت إيدك علي؟ شنو عبالك ما عندي زلم تكسر خشمك؟ ولي أنت والزلم مالتك، شلة مال هتلية، أوني إلك. ذهبت إلى غرفتها وصفعت الباب وراءها ثم أقفلته. سمعت صوت البكاء خاصتها يعلو وهي تضب الملابس خاصتها وتضعها في الحقيبة، ثم سمعتها تقول: إي بعد ما أظل، تعال خذني. خرجت بعد دقائق فوجدته واقفا يشرب السجائر، لم يبالي عندما شاهدها تحمل الحقائب. انتظرت أن يأتي أخيها، ولكن اتصل بعد 3 ساعات وقال لها: الوقت متأخر، سوف يأتي في الصباح لأخذها، وعليها أن تقضي هذه الليلة بدون أي مشكلة، الصباح رباح. عند 11 مساء كان الليل يخيم على المدينة والمطر يتساقط أحيانا، كانت الغيوم تملأ السماء. خرج من البيت، وعندما أغلق الباب الخارجي وراءه أخرج علبة السجائر ووضع واحدة في فمه، ثم أشعلها ومشى في الطرقات. كان لا يزال على تأثير الصدمة، حيث ما جرى بينه وبين زوجته لم ينسى، بل أشغل أفكاره وهو يتذكر آخر ما قالته: آني إلك، زلم تكسر خشمك، بس لا تسويها صدق وروح بيها. عندما وصل إلى منزل عشيقته المطلقة أعطاها رنة هاتف، فعرفت أنه قد وصل، فهمت بالنزول وفتحت الباب. تسلل السلم بهدوء حيث لا تستيقظ أمها من النوم، وذهب إلى غرفتها في الطابق العلوي. اضطجعته على السرير وأمطرته بالقبل وقالت له: ما يتشوق عليك؟ فرد عليها: آني همين صدقيني. فعاودت تقبيله حتى أنسته كل شيء. الرب في المنزل للكاتب ظل.